واحد بيقول احب القراءة كثيرا ولكني لا اقبل على قراءة الكتاب المقدس بشغف مثل ما يحدث مع كتب المعجزات وسير الشهداء والكتب الروحية عموما. كتب الشهداء والمعجزات تعطيكم فكرة عن معونة الله للقديسين، لكن الكتاب المقدس فيه وصايا كثيرة لازم تعرفها عشان تشوف ازاي تتبع طريق ربنا. لازم تعرف ايه وصاياه، فاقرأ بسهولة في الاول. الحاجة اللي تلاقيها سهلة في الاول ابتدي اقراها، يعني ما تقراش الحاجات الصعبة، ابتدي بالحاجات السهلة شوية بشوية. اقرا مثلا سفر اعمال الرسل، كلها قصص